السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سمية الشهري. بإذن الله في هذا الفلوق راح أسوي معكم المستكة وتوزيعات رمضان. وهذه الأدوات نحتاج كمام وقفازات وقالب سيليكون والمستكة وصحن قصدير وألوان المايكا أو الميكا وعطور زيتية وعلب. يلا نبدأ. لأني بسوي مستكة ملون، ببدأ أضيف جزء من المستكة وأذوبها وأضيف لها اللون والعطر ووزعها في القالب، وبعدين أسوي اللون الثاني. ولأن الجو بارد بسرعة يتجمد، فهنا رجعت ذوبتها مرة ثانية وأضفت اللون والعطر ووزعتها في القالب. صراحة في البدايات مرة حوسة، وبعدين بدت تضبط معي، وهذه أحلى فقرة لما نطلعها من القالب. شوفوا الشكل ما شاء الله واللون، سويت ألوان مرة كثيرة. انتظروا النتيجة. وهنا لازم نرجع القالب مثل ما كان عشان نسوي الدفعة الثانية. شوفوا جمال الألوان ما شاء الله، هذا اللون الوردي وهذا البنفسجي وهذا الأخضر، وهذه كامل الألوان اللي سويتها ما شاء الله تبارك الله. صراحة أخذت مني وقت وجهد مرة، بس ممتعة صراحة، يعني حبيت الشغلة، أحب أجرب كذا الأشياء الجديدة الغريبة وأخذ فكرة عنها. يعني مرة انبسطت يعني إنها ضبطت معايا وشفت النتيجة والألوان. بس نصيحة، الكمام لازم تلبسونه ولازم يكون في تهوئة، يعني تفتحون الشبابيك تشغلون الشفاطات، لأن صراحة مرة البيت صار يعني دخان، وريحة البيت جلس يومين ريحته مرة حلوة ما شاء الله. وهنا بديت أوزعها في العلب وأشكل من الألوان كلها. حاولت أشرح لكم وأبين لكم كامل التفاصيل والطريقة. اللي حابة تفتح مشروع أو حابة تسوي توزيعات، ما اللي عندها أي سؤال سألوني في الكومنت، إن شاء الله أرد عليكم كلكم. ولا تنسون تدعموني بلايك وكومنت يسعدني. وكذا خلصت تعبئة العلب وباقي مرحلة التغليف وتجهيز التوزيعات. والتغليف مرة بسيط، لفيتها بالقماش تغليف الياباني وهذه النتيجة. والله يبلغنا وياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، ويجعلنا وياكم من صوامة وقوامة ومن المقبولين يا رب العالمين.